ضحكت لك وردات الدار وقالت لك أهلا وسهلا، ضحكت لك وردات الدار وقالت لك أهلا وسهلا، أهلا ورودك أهلا، طلت عخدودك أهلا، ويا حبايب كرمال وجودك حبيت الدنيا وأهلا، يا حبايب كرمال وجودك حبيت الدنيا وأهلا. أهلا ست صباح، بشرفنا اليوم نكون زوار بدارك، والمناسبة مناسبتين، لنحيي ذكرى ميلادك ولنقول لك كل عيد وانت بألف خير. وانتو بألف خير. وإن شاء الله السنة الجديدة بتكون خير عليك. إن شاء الله وعلى كل الناس يا رب، وبالأخص على لبنان. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا عيد ميلادي فات من زمان، بس لأني كنت مسافرة فعم تصوروه هلا، وميرسي انكم افتكرتوا كمان. اكيد ما ممكن كنا نتغاضى عن هالتاريخ اللي هو ب10 تشرين الثاني. ايه مزبوط، الحقيقه القلب سي ما بتنسى شيء، الله يخليك. لكن عيدك على طول بقلوبنا، بقلوب الكل اللي بحبوكي. في بنت بنيويورك بتروح كل سنه بتحتفل هي واهلها بعيدي. كل سنه اجاني كارت منها امبارح كمان. مو هي هيك من كم يوم. احتفالات عيد ميلادك مميزه من انت وصغيره؟ أنا وصغيري ما كانوا كتير مأمنين فيي، كنت تالت بنت، كل ما أقول لهم بدي عيد ميلاد أكل لي كفين هيك على الماشي. ولما كبرت أنا كمان ما عدت أحب أعمل عيد ميلاد، لأنه بدي كلف الأصحاب بالهدايا وبدي أزعجهم، ويعني صرت هيك مع أهلي هيك بالبيت إنه هن يعني يفتكروا ويعيدوني، بس أنا ما بحياتي عملت عيد ميلاد. عيد ميلادي كل يوم طول ما لبنان منيح وأنتم منيح وصحتي منيحة. خلينا اياكي تسلم. الى اي مدى الحياه الفنيه حرمتك من تعيشي حياه طبيعيه من الطفوله للمراهقه؟ لان بلشت كثير بكير، بلشت يعني بكير. يعني ما عشت حياه الفتاه الطبيعيه اللي بتعيشها بالمجتمع. ما عادت فرقت معي، لانه فرقت معي انا كيف اوصل لمدى سنين كون صباح، يعني هيدا هدفي كان اني اعيش طبيعيه. هالشي ما بيعني لي شيء، بيعني لي اني انا اكون مثل ما وصلت انه تقولوا علي اسطوره، يمكن لاسطوره ولا شيء، بس من انا وصغيري افكر كيف بدي اكون اسطوره، كيف بدي احكي بالجرايد، كيف بدي خلي العالم تحس اني انا اسطوره، ان كان بلبسي او تصرفاتي او شغلي او فني، يعني هيك عرفت، هيدا هدفي كان، ما فرقاني معي يكون طبيعيه مش طبيعيه اي شيء ثاني. فالانسان اللي بيكون عنده هدف بعيش مبسوط. هلا الجيل نحن بلبنان وبالعالم العربي ربيوا على اغاني صباح، وعيشوا قصص حب على اغاني صباح، وحبوا الوطن كمان على اغاني صباح. صباح ببداياتها على اغاني مين عاشت وحبت صدق على اغاني بالاول ابتديت مويل لبنانيه، تراث لبناني، وطورت الموال وهيك، بعدين استاذ ولي الصافي، ست فيروز، كلهم، ست نجاح سلام طوروا معي اللون اللبناني، بس انا اول وحده كان هدفي كمان انه اعمل غنية لبنانيه. من وين اخذت هالروح اللبنانيه؟ اخذت روح الغنيه من وين اخذتها؟ احنا بالضيعه وعمي زجل زجال، يعني لبنان بدمنا، يعني ما فينا هيدا الشيء بالدم، التراث. بس اشمعنى واحد تيبتدي تيبلش صعب يكون يبلش من لا شيء؟ وقتها ما كان في اغنيه وقت لبنانيه، هو بس عمي ابتدى يغني، يعني يعمل شعره على لبنان على الوطنيه، فنحن ربينا بنفس البيت وطلعنا مثله، فنغني كلمة مويلنا عن الوطن، عن لبنان، عن هيك هالشي بدمنا. وبعدين انا قلت ما دام يعني عم نغني بس هالتراث هيدا، ليش ما بنعمل اغنيه للبنان، يعني غنيه تكون تتغنى شعبيه. عملت يا هويدا هويدا لك، عمل لي اياها نقول المني الله يرحمه وكلمات عبد الجليل وهبي، وضربت الغنيه، ومن هون ابتدت الاغنيه اللبنانيه الشعبيه، وصرت كل حفله اضواء مدينه او فيلم اشتريت انه انا بقبل بهالعمل، بدك تحطوا لي غنيه لبنانيه. لا قدرتي كونتي شخصية صباح، يعني في انطباع كأنه كان في اكيب كتير كبيرة حواليكي، لكن الحقيقة انه انت كنت لوحدك، كنت عم تشتغلي كل هالقصص بالبدايات. بصراحة صحيح؟ بالبدايات وبالنهايات انا لوحدي لهلا بكل شيء. طبعا هلا ثاقب فادي حدي بيساعدني باشياء، يعني شال حمل شوي عني ورجعني مثل الاول ارجع اعمل استعراض وغني وابتدي من جديد، هيدا صحيح له فضل فيها، بس قضيت كل حياتي انا لوحدي، مشاكل اهلي لوحدي، مشاكل الفنيه لوحدي، علاقاتي بالناس، كل شيء كل شيء انا لوحدي يعني. بس بما انه انا كثير مؤمنه ما بقى تفرق معي، يعني لما مشكل بتعسر معي بصلي بحسه راح عني بدقيق، يعني ما في ثانيه،
بس انه انا هيك سبحان الله. هل تعب المشاكل الفنيه وصلوك للحظه ياس من الفن بدي اكمل حياتي بلا فن؟ لا مشاكل ابدا، مشاكل كثير تخطيتها بصبر وباراده، وبعدني لهلا نفس الشيء بعدني لهلا. يعني المشاكل الحياتيه ما انا بحس واحد بعيش مره وبنسى امبارح وبكره بعيد، والانسان اذا بده ينهار بهالدنيا كل يوم في مشكل، فلازم يكون الانسان مثل الصخر، فانا صخره من صخرات لبنان اللي قبرنا ربه. خلقتوا معي خلقه لا فرق عندي بين زيد وبين عمر، كل البشر أحباب، قلبي مصوري بال عيني والقمر حد القمر. ألو 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 بيروت من فضلك يا عيني أعطيني بيروت وعجل بالخط شوي. بالسنة الجديدة الأسطورة صباح شو بتوعد الجمهور؟ بالسنة الجديدة عم بحكي كمان مع الـ بي سي، رح يعملوا لي مسلسل قصة حياتي وهيدي شي منيح. وهلا حكيني الدكتور عادل حسني بده يعمل لي فيلم قصة أعراضي أنا وفادي بالاشتراك مع مصريين، وعم بفكر نعمل أسطورة وعم بكتبها فارس وكيم، انا وفادي واستاذ جوزيف عزار الاساس، ونشوف من بدنا نضيف. بس هذا اذا الله اعطاني الصحه ما بعرف. خلينا اياك اكيد. ما بتعرف انت الواحد بطب؟ لا 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 انا طول عمري دكتور حبيبي بقول له ماما، بقول لي ماما منظرك بعده مقبول ومنيح، بس الواحد حامل عمره بدك تخلي بالك شوي. بقول له ما بقدر، بحب شغلي ما بقدر. طيب اذا بنحكي عن الاعمال الفنيه اللي عملتيها مؤخرا، يقال انه البعض بيقولوا انه رصيد صباح كافي انه تستعمله من دون ما تصنع جديد. ايه هل انت مع هالقول؟ لا انا مش معهم ابدا. هو صحيح عندي رصيد مهم وكل شيء، بس لازم الفنان دائما يجدد والا بينتهي. اول اجر اخذتيه قد ايه كان؟ بالافلام 150 جنيه. وبالحفلات؟ الحفلات يعني 100 ليرة 50 ليرة، اوقات ما يدفعوا لي بيشوفوني صغيرة هيك اعطوني شوكولا بس بيي كان عنده شخصية قوية، يعني ما كان يفوت الحقوق ابدا. اذا بدنا نحكي شوي بالارقام، حافظة كم عندك اغنية؟ شي 3000 اغنية تقريبا مع اغاني الافلام. كم فيلم؟ وعندي شي 84 فيلم وشي 14 مسرحية مع مهرجان. شو جديد صباح اليوم؟ جديدي أنا الحقيقة فادي عمل لي لحنين وأكثر، والياس كرم اللي هو صوته أحلى صوت أنا بحبه كثير هلا، عمل لي لا تعاندني بتتعب. نقدر نسمع منها شوي؟ لا تعاندني بتتعب، تشقى وبتتعذب، حبي هو قدرك، حبي هو قدرك، وانا 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 حبي قدرك، مالك منه مهرب، لا تعاندني تتعب. هيدي بدي غنيها ان الله راد ببرنامج ال بي سي بليلة حظ، رح يرجعنا ليلة حظ اكيد. طبعا الجمهور حتى يكون مبسوط، وعلاقتي الحلوه بالتلفزيونات، كل الله وكيلك كل برنامج باغاني جديده بفستان جديد او فستانين ثلاثه جديد. يعني ثروة لنطلع ببرنامج بس بسبيل حب الناس، هيك عودت الناس والناس طمعين وعقلبي مثل العسل زي العسل على قلبي هواك، زي العسل على قلبي هواك، وزي العسل على قلبي هواك، زي العسل. الحب بالنسبة لصباح كيف اختبرتيه بحياتك؟ شو بيعني لك؟ الحب أجمل شيء بالدنيا. هل أنت مع إنه في حب؟ مع الحب، الإنسان بلا حب شو بيكون؟ تؤمني إنه في حب؟ لمدة شهر إيه حلو، بعدين خلص بيبتدي يقل. شو بصير؟ ما هو الحب بيبتدي كبير وبقل. عرفت كيف؟ والباردون الله ما يجيب مصيبة لحدا يا رب، بعد الشر عم يشوفونا عنكم
المصيبة بتبتدي كبيرة وبتصغر، كل شيء بيصير صغير وبيكبر إلا هالشغلتين بيكبروا وبيصغروا. بس طبعا الحب مع المعاملة بتصفي عشرة وتصفي المعاملة أهم شيء، والاحترام، والواحد شو بده غير المعاملة الحلوة بالدنيا. بس الحب كم شهرك بتعيش مبسوط ومهيص، خلصت بيتغير مجرى الدم شوي وخلص. نظرتك هلا للفن والغناء بلبنان، إيه؟ إذا طلب منك تعطي رأيك أو تنظمي هالأمور اللي شوي سائبة، شو اقتراحاتك؟ هلا طبعا ما بقدر اقترح، لأنه كثرة التلفزيونات والإذاعات عنا، وكل إنسان بحب يغني وبحب هيدا عنده الفرصة. وليش لا، مثل ما قلت لك فنانين لبنان كثير أدائهم حلو، بعد ما شفت لحد هلا حدا يعني أدائه مش حلو. زمان كان في إذاعة صنايع وكان في لجنة تسمع، أنا مثلا رفضوني 3 مرات إذاعة الصنايع. كان في لجان تسمع وتقول الفنان بليق أو ما بليق، بس كمان إنه هلأ هيك أحسن، لأنه إنه الواحد يكون مثلا حياته واقفة على إنه لجنة، يمكن هاللجنة تكون صادقة أو مش صادقة ما بتعرف، يعني هيك أحسن. اللي عنده موهبة بيكمل، ما عنده بيوقف. رفضوك 3 مرات بأي وقت؟ بالبدايات؟ أنا وصغيرة بالبدايات. إيه، ما شكلت لك عقدي؟ لا ما همني، حتى أستاذ فريد الأطرش سمعني وقال بعد صغيري وصوتها صغير، ورحت بنفس السنة عملت فيلم القلب له واحد ونجح كتير، وعدت عملت معه بنفس السنة فيلم اسمه بلبل أفندي ونجح. فلا كنت يعني، ما هو كل إنسان بيشوف فشله. حتى أول فيلم عملته الملحنين الكبار اللي أخذت لهم جابتهم السيدة أسيا دغري لحنوني، صار يقولوا صوتها صغير ويعني يمكن ما تنفعش ويمكن تنفع. وطبعا ما بقول لك، ما بنكر اني صرت ابكي بهالليالي انه ليش عم بيقولوا علي هيك، ويمكن تضيع مني الفرصه. بس المخرج هنري بركات اللي هو بعده هلا مخرج عظيم، قال لهم بكفي دمه خفيف وشكله وحركه وعنده روح، يعني الاغاني مش مهم، بس انه لما هلا بتسمع اغاني اول فيلم لإلي انا بتشوف انه الاداء يعني كثير منيح. ما بعرف ليش قالوا علي هيك وقت. ما هيدا عم نتساءل انه صوت صغير، ونحن بنعرف انه من انا وعيت انه صباح بتقول الاوف، يعني بتبلش ما بنعرف اي ساعه بتنتهي. بس كنت بعدني بوقتها بعدني عم بدرس طول الاوف، بعد ما كنت عم بقولها مزبوط للاوف. وقتها عبد الوهاب كمان عمل لي غنيه اسمها من سحر عيونك ياه، من رمش كفونك ياه. انا من خوفي من عبد الوهاب صرت اقول من سحر عيونك ياه، ضل تمي مفتوح يقول لي عبد الوهاب عيط علي، ايه ليه بقك كده ما تخافيش، مش يعني قضينا بالاول بس مش الحال بعدين. اكيد بالنسبه للاوف إيه؟ كانت ميزه، هل كانوا عايروا لك قد ايه كنت ايه؟ كانت طويله كثير الاوف، بعدها طويله بعد يعني اكيد. إيه؟ اوف طويلة ولا لا؟ طويلة أكيد. بس هلا على قاعد كمان. وعليلك عليلك زهر على صدري، ليلك مشموش بعلبك ما استوى، لولا استوى عجبنا لك. اسم الله عليك. أكيد أنفع يعني. بالنهاية ست صباح، نحن كان بشرفنا نكون عندك ونقعد معك هالجلسة الحلوة باسم أسرة زوار الدار واسم كل الجمهور اللي بحبك باسم الشخصي. نتمنى لك عبال 100 سنة، وإن شاء الله سنة جديدة بتكون خير عليك. إن شاء الله وعليكم جميعا يا رب، وعلى لبنان وعلى كل إخواننا العرب وعلى كل العالم مش بس. الحقيقة زوار الدار أنا بحبه كتير لأن في كتير مستوى، وعم نشوف أشخاص كتير بنحبهم كمان وعم نستفيد منهم. طولنا عمرك. أهلا وسهلا. ويا ضيوف الجيتوا عالدار، ومرقتوا لعنا مشوار، خليكن انتو الاهل ونحنا بالدار الزوار.